مسابقة على طول، مسابقة على الكلمات والقواعد يا صديقي. فيلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. يا دعاء، بعد آخر الحصة يا ولادي هقول لكم الرقم اللي تقدروا تتواصلوا بيه أو تتواصلوا عليه معايا على الواتس. لو حد حابب يشترك في أي برايفت هقول له طريقة الاشتراك. عاش 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 جدا، عاش، احسنتم يا ابطال، انتوا الابطال الحقيقيين. طبعا sources بمعنى مصادر. We used to get our news from traditional sources، يعني اعتدنا ان نحصل على معلوماتنا واخبارنا من مصادر تقليدية. عاش جدا. 30 سؤال يا رحمة. اكسلنت يا ابطال. سوشيال ميديا، سوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. عاش. احمد مختار، القواعد مش هتتشرح في العام. اوكي يا صديقي، دي يعني من الكلمات اللي موجودة عندك في الكتاب. نيوز ستوريز، نيوز ستوريز، مصطلح على بعضه كده يا صديقي بمعنى الأخبار. اوكي، experts fear that we might accept unreliable news stories، يعني الخبراء بيخشوا أو بيخافوا إن إحنا يعني نقبل أخبار مغلوطة أو غير موثوق بها. سيرش انجن، سيرش انجنز يعني محركات البحث، محركات البحث اللي زي جوجل يا صديقي وزي اسك وزي بينج، كل دي مواقع تقدر تستخدمها عشان تبحث عن اي معلومة، بنقول عليها سيرش انجنز. اوكي، يا وسام، ده لا قراري ولا قرار أي مدرس يا وسام. اكسلنت كويستشن. هنا معناها ايه يا صديقي؟ كويستشن معناها ايه؟ قال دي مش جايه كاسم، لا دي جايه كفعل، بعد شد يجي فعل في المصدر، فجايه كفعل بمعنى يتحرى او يتحقق من صحة شيء، يتحرى الصدق أو يتحقق من صدق الشيء. We should always question what we read and never just accept as true، يعني يجب أن نتحرى الصدق في كل ما نقرأه. من أول يونت 10 يا مريم. مين مريم؟ من أول يونت 10 يا ميرا. عاش
جدا the synonym of necropolis. قلنا necropolis يعني اللي هي المقابر أو الأماكن اللي بندفن فيها الموتى، دي بتساوي كلمة cemetery. cemetery يعني مقبرة أيضا. يا سلام، كرايم سين يعني مسرح أو مكان الجريمة. قلنا كلمة سين يا صديقي بتيجي بمعنى مشهد في رواية أو في مسرحية، وتيجي بمعنى مكان وموقع. عشان كده أخدت كرايم سين. The detectives look for clues، وكلمة clues يا صديقي معناها أدلة، بتساوي evidence، يعني المحققين بيبحثوا عن أدلة في مسرح الجريمة، يبقى crime scene. عاش جدا. فاكت تشيكر بمعنى متقصي حقائق، وقلنا ده دوره انه يتأكد ان اي خبر بيجيله خبر دقيق وصحيح 100%. فاكت تشيكر متقصي حقائق. اكسلنت يا بطال. ميك سنس متلازم لفظي يا صديقي. ميك سنس بتساوي كلمة meaningful يعني ذو معنى. ذو معنى his wise words يعني كلماته الحكيمة دي ذات معنى ومفهومة. ولا يهمك وسام. طيب بصوا يا ابطال، اتكلمنا في النقطة دي ووضحناها، فخليني اعيدها لك تاني. قلنا مؤتمر صحفي يعني بريس كونفرنس. طب ليه يا مستر ما اقولش جورناليزم كونفرنس؟ ما هي جورناليزم برضو معناها صحافة. قلت لك ان في فرق بين جورناليزم وبريس. في نقطة ان جورناليزم دي الصحافة المطبوعة. الصحافة المطبوعة، أما البريس دي الصحافة المطبوعة والمسموعة والمرئية، فهي أعم وأشمل. فالمؤتمرات بتكون منقولة هوائيا وإذاعيا، فعشان كده بنقول بريس كونفرنس. تمام؟ لا تنستر يا رهف. يا سلام، إيديشن يا صديقي. طيب بص بقى، جملة أو سؤال زي ده يوضح من الناس اللي بتحفظ شفوي والناس اللي بتاخدها بالسمع كده. إحنا عاوزين الكلمة اللي معناها نسخة أو طبعة أو إصدار، إيديشن. أمال أديشن دي معناها إضافة، دي جاية من الفعل آد يا صديقي. أديشن دي معناها إضافة. عاش عاش يا ابطال. لانش بمعنى يطلق. وخلي بالك في فرق بين لانش، L U N C H، دي معناها غداء، الغداء يعني.
امال لانش ال اي يو ان سي اتش دي معناها يطلق بتساوي ستارت بتساوي انيشيت. عاش أبطال. in charge of معناها مسؤول عن بتساوي responsible for. ممتاز. يا سلام. investigate يا ولاد بتساوي كلمة look into the phrasal verb. look into بمعنى يحقق ويدقق. اكسلنت اكسلنت اكسلنت. سبوكس مان يا ولاد المتحدث الرسمي الاوفيشال سبيكر. ذا سبوكس مان فور ذا جوفرنمنت سيد وي بلان تو شو ذا اوبجكتس ان ا ميوزيوم سون. يعني المتحدث الرسمي للحكومه قال ان احنا بنخطط ان نعرض المقتنيات في المتحف قريبا. اوكي طيب بص يا صديقي عشان دخلنا على القواعد خليني اقول لك سريعا. no sooner بيجي بعد منها. لو بدأت بيها الجملة يجي بعد منها ماضي تام على هيئة سؤال وبعدين then وجملة ماضي بسيط. طب لو جاية في نص الكلام يبقى نجيب الفاعل والفعل المساعد ونو سونر والتصريف الثالث وبعدين زان والماضي البسيط. هي الفكرة كلها ان في مجموعة من الروابط بيبقى لها كمالة. يعني نو سونر الكمالة بتاعتها زان، هاردلي وسكارسلي وبارلي الثلاثة الكمالة بتاعتهم وين او بيفور. محمد محمد شهر سبعة بإذن الله يا محمد لو ربنا ادينا عمر شهر سبعة اللي جاي. عاش 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 عاش. واحد هيقول لي ازاي يا مستر انا مذاكر القاعدة دي كويس وافتر بيجي بعد منها ماضي تام وبعدين ماضي بسيط. طب افتكر كده لما اخدنا صيغ المستقبل قلت لك الروابط الزمنية لما يجي معاها مستقبل لما الجملة التانية تبقى مستقبل قال لي على طول الجملة اللي بعديها تبقى مضارع بسيط او مضارع تام. مضارع بسيط او مضارع تام. فصديق الصدوق اللي واخد ماضي تام طب ما تبص على الجملة التانية
مش المفروض ماضي تام وبعدين ماضي بسيط؟ لازم يبقى فيه تسلسل زمني يا ولادي، ما ينفعش اجيب ماضي تام وبعدين مستقبل، ده فيه فجوة زمنية انت عملتها خطيرة. لازم يبقى فيه تسلسل زمني، ماضي تام ماضي بسيط، طيب مضارع بسيط مستقبل، مضارع تام مستقبل. عاش 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 عاش. طبعا افطر لان جاي بعد منها ماضي تام يا مستر. دي هاد هاد، اقول لك هاد الاولانيه فعل مساعد والتانيه تصريف ثالث من الفعل هاف. اكسلنت اكسلنت اكسلنت، ممتاز. دي جملة ما فيهاش رابط يا صديقي، بس دي توضح الفرق بين اللي فاهم يعني ايه تسلسل زمني واللي لا. احنا دايما بنقول زمن الماضي التام هو الماضي الاقدم، هو الحدث الاول اللي بيحصل، والماضي البسيط هو الماضي الاحدث، الحدث الثاني اللي يحصل بعد كده. فهنا ايه اللي حصل الاول؟ قال اللي حصل الاول انه قطع وعد، انه عمل الوعد. طب ايه الحدث التاني؟ انه نسيه، عشان كده خدت هاد ميد. عاش يا ابطال عاش يا ابطال. طبعا as soon as من عيلة افتر، بيجي بعد منها ماضي تام. يا سلام يا سلام. قال لي بص يا صديقي، وش دي من قواعد الماضي الغير حقيقي، لما يجي بعد منها ماضي بسيط تعبر عن أمنية في المضارع، ولما يجي بعد منها ماضي تام تعبر عن ندم، تعبر عن ندم. ايه علاقة الكلام ده بالجملة دي؟ قال لي تعالى خليني أكمل لك باقي القاعدة. قال لي وش لما يجي معاها تعبير زمني زي yesterday last week، أي تعبير زمني استخدم معاها على طول الماضي التام. اكسلنت اكسلنت. باي ذا تايم بيجي بعد منها ماضي بسيط، ماضي بسيط من عيلة فور يا صديقي.
Excellent. عاش جدا. My father refused to buy. طب ليه انا خدت refused يا مستر؟ لان until يا صديقي بيجي بعد منها تل وانتل الاثنين ماضي تام، وقبل منها ماضي بسيط منفي. طب فين النافيه؟ هقول لك ان من احد طرق النفي استخدام افعال توحي بالنفي زي refuse، زي deny، زي avoid، زي neglect. كل دي افعال توحي بالنفي، معناها يديك النفي. يا سلام. It was only when I had، وبرضو دي من الروابط اللي ليها كمال يا أولادي. It was only when و it wasn't until. الكمالة بتاعتهم ذات، الكمالة بتاعتهم ذات، ده رابط ليه كمالة. افتكرهم كده، الروابط اللي ليها كمالة. It was only when، it wasn't until، الاتنين الكمالة بتاعتهم ذات. No sooner الكمالة بتاعتها than. Hardly، scarcely، barely الكمالة بتاعتهم يا إما when يا إما before. عاش يا أبطال. hardly يجي بعد منها ماضي تام على هيئة سؤال زي scarcely و barely و no sooner. once، once رابط برضه يا صديقي من عيلة افتر. عاش جدا. having، having يجي بعد منها تصريف ثالث لو الجملة مبنية للمعلوم، وبين والتصريف الثالث لو الجملة مبنية للمجهول. أحسنتم يا أبطال. Excellent يا أبطال. I'd rather he helped. ماضي غير حقيقي يا أولاد، زي قاعدة wish كده بالظبط.
اكسلنت اكسلنت. طيب يا صديقي، many swimmers سباحين سباحين بيبقوا شغوفين بعبر ايه؟ القناة التلفزيونية ولا قناة مائية طبيعية؟ ذا انجلش كانال، القناة الإنجليزية يا ولاد حبايب قلبي، ولادي في أدبي، عارفينها ولا لأ؟ عاش جدا.